مشوار الرياضة حتى توصل لللياقة البدنية له خطوات. تمام. بأول كم خطوة أنت مش بحاجة أنك تصرف فلوس أبداً، لحتى المنتصف، لحتى توصل مستوى عضلي جيد. طب ما يحتاج، مش بحاجة لصالة رياضية تدفع اشتراكها عشان تقدر. اشتراك انتهينا من عنده، لكن طيب. أنا قاعد أتكلم عن موضوع السابلمنت أو موضوع المكملات الغذائية اللي يشترون الناس وهم أصلاً مش بحاجتها. أوكي. تمام. فلغاية نص مشوارك. نص أنت مشوارك مش أنت وصلت تصرف. نعم، أنت وصلت جسم مستوى جيد، بعدين listen to your body، استمع لجسمك شنو يحتاج، أخذ للمكمل اللي يحتاجه. طب أنت كيف تعرف أنت وصلت مرحلة بحاجة لمكمل؟ جسمك يخبرك بكل بساطة. كيف؟ الوجبات الغذائية اللي تأكلها غير كافية. انت تحسين انه الريكفري عندك او الاستشفاء او الشعور بالبمب اثناء التمرين ما في، مش موجود، مش زي قبل. اي لكن بالبدايه صدقوني يا ناس ما تحتاجون اي شيء، بس مجرد انك روح تمرن فقط لا اكثر ولا اقل. لا ماكو داعي انك تشوف الميديا وتشوف الناس اللي يروجون. اخذ هذا الكلام مش لك، هذا الكلام لناس متقدمين عندهم مستوى عضلي يحتاج هذا السابلمنت او نوعيه من السابلمنت. حتى مش شو يعني مش مفروض من اول يوم ببلش ياكل دجاجتين في اليوم. لا اعوذ بالله. الجسم بيسحب بالوجبه الواحده 50 جرام بروتين. هذا يعني انا الناس لما ننزل ستوريات على حساباتي الناس يشوفون يقول هذا اكلك. أي. الوجبه مالتي صحن صغير. لانه مو المفروض اني اشعر بالشبع، اذا شعرت بالشبع هذا غلط.